اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده، معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا فكره مديرن سهله جدا وسهله اي حد ينفذها، وطريقه بسيطه وادوات بسيطه، وان شاء الله الفكره تعجبكم. اول حاجه بنبدا ناخد بالظبط كده اقل من ربع الحائط، يعني احنا عندنا حائط هنقسمه على 5 اجزاء وناخد جزء منه. يعني لو الحائط متر ونص بناخد 30 سنتي منه ونعمل غامق، وبعد كده بنشتغل في اللون اللي فات. بعد كده هنبدأ ندوس على اللزق بتاعنا كويس او التيب، وهنبدأ ندهن لون غامق زي ما حضراتكم شايفين الجزء اللي احنا حددناه. طبعا هو مش بياخد وش، تدهن اللون ده وشين. بعد كده هنبدأ نشيل التيب بتاعنا، وهنجيب لون رصاصي فاتح، وهنبدأ الجزء اللي احنا عملناه. طبعا الجزء ده لو نشف هتحط اللزق بتاعنا وهتبدأ تشتغل، بس انا لسه ما نشفش فعشان كده حددته. وتبدأ تدهن الرصاص الفاتح في الجزء دوت. طبعا هو مش بياخد وش واحد، بياخد اكتر من وش. بعد ما اتأكدنا ان الحائط نشف كويس جدا، هنبدأ نجيب لونين قطيفة، لون قريب من الفاتح ولون قريب من الغامق. وهنبدأ بقطعة سفنج، هناخد زي ما حضراتكم شايفين كده حاجات بسيطة، وهنبدأ نعمل تظليلات زي اللي حضرتك هتشوفها دي. نبدأ ننزل بيها بنفس الطريقة، ننزل بيها بنفس الطريقة كده. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ ناخد أجزاء زي ما احنا ماشيين كده. هنبدأ بقى في الجزء اللي احنا ما عملناش فيه الفاضي، هنبدأ ناخد زي شرط كده بنفس الطريقة. هناخد فيه شرط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. هنبدأ في الجزء التاني، هناخد اللون الغامق وهنبدأ نمشي بيه بنفس الطريقة ونفس الفكر. وبعد كده هنبدأ برضك ناخد تطشات في الأجزاء ديت، وبعد كده هنيجي من فوق نمشي بنفس الطريقة اللي احنا مشينا فيها في الجزء التاني. بعد كده هنبدأ نشغل المكان الفاصل بين اللونين، وهنعمل كام فرع بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها. طبعا هحدد بالقلم الفلوماستر الأسود علشان انت تاخد بالك اتعملت ازاي، لكن انت هتشتغل بالقلم الرصاص.
لما بتيجي في الفاصل بتبدأ توسع شوية بحيث يديك الشكل دوت، يعني انت بتيجي في الفاصل مش بتمشي مظبوط، بتبدأ توسع الجزء شوية وبتبدأ تمشي زي ما حضرتك شايف، ولما بتيجي في الفاصل تاني بنبدأ نوسع الشكل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، وبنبدأ نطلع على مفيش بالطريقة اللي حضرتك شايفها. انت كده بتشغل المكان، بتبدأ تعمل فرع تاني بنفس الطريقة. احنا كده بنبدأ نشغل المكان عشان ما يبقاش فاضي، وبنطلع فروع زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نشتغل نعمل شكل الورق بالطريقة اللي حضرتك شايفها. بنبدأ نعمل فرع رفيع في الجزء دوت، بعد كده بنبدأ نشتغل في الجزء التاني زي ما حضرتك هتشوف. بنبدأ في الفرع ده نبدأ نطلع منه كم فرع زي ما حضرتك شايف. عم بتبص لو في حاجة انت شايفها محتاجة تزودها، وانت وشغال برضك لو محتاج تزود حاجة بتزود، مفيش اي مشكلة. هنبدأ نلون الاجزاء اللي احنا عملناها. نبدأ نجيب الفرشة وهنجيب لون اغمق من اللون دوت، بس هيبقى على بني شوية بس اللي احنا نعمل تغيير، وهنبدأ نحدد الرسمة بتاعتنا بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها كده. طبعا مهم الفرشة اللي معاك تكون متساوية ومظبوطة، السن بتاعها هيفرق معاك جدا وانت وشغال، بحيث ان انت تقدر تساعدك ان انت تطلع حاجة كويسة. انت وشغال في الحائط اللي عندك وارد تلاقي جزء زي ده فاضي، فبتبدأ تعمل فيه فرع زي ما حضرتك شايف كده، وتبدأ تطلع منه شكل فروع بحيث ان انت تملى الحائط. وهنبدأ نعمل شوية فروع باللون الهادي ده في الجزء الأخير بتاع الرسم عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب لون مائي ذهبي وهنبدأ ناخد الجزء اللي حضراتكم هتشوفوه دوت، ده هو الجزء التاني اللي قصاد الرسمة بتاعتنا، بس مش هنعمله نفس اللون، هنعمله ذهبي. هنبدأ نكمل الفرع اللي جاي من الجزء التاني دوت. طبعا هندهنه وش تاني لأن هو من وش واحد مش هينفع وهيكون كاشف، فبنبدأ نديله الوش التاني. وبكده زي ما حضراتكم شايفين نكون خلصنا الفكرة والديكور بتاعنا. الديكور ده لو اتنفذ على حائط كبير هيطلع تحفة جدا زي ما حضراتكم شفتوا، تأثير القطيفة مدي شكل جبال وتظليلات خفيفة، وده الشكل المطلوب للديكور المودرن الشيك، ما يبقاش شكله منظم، بيبقى شكله
عشوائي زي ما حضراتكم شايفين، وبيبقى شكله في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والديكور. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الديكورات الحديثة. اشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.